هل معاملة الكفار بالحسنى تعتبر من موالاتهم؟ لا، معاملتهم بالحسنى إذا كانوا يحسنونهم إلى المسلمين ولم يعتدوا عليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فعلى كل حال، الكفار الذين لم يأتنا منهم إساءة نحسن إليهم بالأمور الدنيوية، بالأمور الدنيوية فقط. أما المحبة في القلوب فلا تجوز محبة الكفار مطلقا، لا المحسنين منهم معنا ولا غير المحسنين، لا تجوز مودة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لكن الذين لم يسيئوا إلينا أو لهم معروف على المسلمين يكافؤون، يكافؤون على معروفهم، وهذا لا يدل على محبتهم، وإنما هو من باب المكافأة فقط.